بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأخرت عليكم الحقيقة، كان الشغل كله على التجهيز للسيارة. تم شراء هذه الغرفة، عبارة عن إسعاف تبع الحرس الوطني فيبر جلاس بريطاني. صار في تنظيف، عمليات تنظيف للغرفة، ومن بعدها تم الانتقال إلى تجهيزات الغرفة من الداخل. يعني بعد ما تم عمليات التنظيف، وكانت الحقيقة تحتاج شغل كثير في التنظيف. بعد المرحلة هذه تم أخذ القياسات واختلافات الارتفاع مثل ما أنتم شايفين، بحيث تركب مباشرة على البدي بدون أي إشكالية. وتم فعلا عملية قص الفيبر والحامه مرة ثانية، وبعد كذا تم عملية صبغ كامل الخارج وداخل غرفة الفيبر اللي رايح تركب على السيارة. طبعا تم شراء كافة التجهيزات، لكن للأسف ما رايح نركب إلا بعد العيد. تجهيزات كاملة للكهرباء ولا الإضاءة ولا الأشياء هذه. هذه الغرفة تقريبا صارت شبه جاهزة، وتم تركيبها على السيارة بدون الله الحمد، يعني أي مشاكل، وتثبيتها وزنه جدا مناسب. هذا على فكرة على يايات الوكالة، لأنه رايح أغير اليايات بعدين، وهذا شكله النهائي على السيارة. بعد كذا بدينا بالسيارة نفسها، تجهيز العمل بويه كامله، رش البدي بماده عازله وادخالها الفرن. بعد كذا طلعت لون انا اشوف انه مناسب، لؤلؤي حلو. هذه من التجهيزات والتركيبات الاخيره للسياره. هذه كانت في البدايات، ايام بدايه السياره، وهذا شكل السياره النهائي.